اللهم حوالينا ولا علينا، هذه الدعوة دائما نسمعها ونقولها كثير، لكن ما نعرف أن وراها قصة عجيبة جدا فيها علامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أدري أنكم مصدمين. في فترة من الفترات مر بالمدينة جفاف شديد جدا، حالة من القحط قوية جدا جدا جدا، وهذا الشيء بدأ يأثر على أهل المدينة، فالحيوانات بدت تضعف جدا وما صارت تنتج الحليب زي قبل، وبعضها بدأ يموت من شدة العطش، وبدت أبيار المدينة تجف ما صار فيها موت، فأهل المدينة مو قادرين يشربون الماء، بدأوا يحتفظون بالماء في بيوتهم للضرورة يعني. لكن في يوم من الأيام، وكان ذاك اليوم يوم جمعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم واقف على المنبر، كان يخطب بالناس خطبة الجمعة. كان بين الحضور أعرابي وصلت معاه من الحالة اللي هم عايشين فيها من القحط والجدب اللي في الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب، فانفجر وقام وقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا أن يسقينا. وكان وقتها الشمس شديدة الحرارة، ولا في السماء أي سحابة، يعني الشمس مسلطة عليه، وتعرفون شمس الجمعة أنتم، ما فيه ولا سحابة والشمس قوية جدا. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه للسماء، بس والصحابة يناظرون النبي صلى الله عليه وسلم وهو رافع يديه. إلا بالسحاب مثل الجبال قادمة من بعيد، سحاب مثل الجبال في السماء مليان بالماء أسود، أشكالها تقشعر البدن. تجمعت هذه السحب من كل مكان، وخلص النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء وأخفض يديه وبدأ يكمل الخطبة يعني. والصحابة يناظرون في هذا السحاب الكبير، سحاب ضخم يعني مقشعر، وكان الموقف عجيب جدا. فتجمع السحاب الضخم هذا وغطى المدينة كاملة، غطاها تماما وحجب الشمس، ولا شعاع للشمس يدخل للمدينة. وبدت رياح المطر تهب عليهم، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحدر على لحيته. نزل المطر غزير جدا، واستبشروا الصحابة وأهل المدينة كلهم، فرحوا بهذا المطر، وجلس المطر يهطل يوم الجمعة كامل، وانتعشت الأرض من بعدها وفرحوا الناس. لكن جاء اليوم الثاني وهطل المطر من جديد، والناس فرحانة واستبشرت زيادة وزيادة، يومين مطر ورا بعض، اللهم لك الحمد، امتلت الأبيار وبدت تفيض حتى، والحيوانات تقفز من الفرح. وجاء اليوم الثالث ولا زال المطر يهطل، وبدأوا الصحابة يلاحظون خطورة الأمر اللي استمر. بيوت الصحابة كانت مصنوعة من الطين، وهطول المطر هذا بشكل مستمر يوم ورا يوم راح يأثر حتى على بيوتهم، بغض النظر عن المزارع اللي راح تتلف بسبب المطر الغزير هذا. خلص المطر اليوم الثالث وجاء اليوم الرابع، إلا والمطر ينزل من جديد وبشكل غزير. هنا الصحابة بدأوا يتوترون، والأمر صار خطير شوي، الحيوانات بدت تتخبى، والنباتات بدت تتكسر، والمحاصيل تتلف، بيوت الصحابة بدت تهتز، صارت ركيكة من المطر لأنها مصنوعة من الطين، وكانت غرف بسيطة يعني صغيرة جدا، ما لها أساسات زي يومنا ذا، كانت فقط حصيان مرتبة فوق بعض. انقلب حال الصحابة من الفرحة بالمطر إلى الخوف من الأشياء اللي راح تصير بسبب الأمطار، بس كان عندهم أمل أنه راح يوقف، لكن اكتشفوا أنه حتى اليوم الخامس نزل مطر بنفس الغزارة وبنفس القوة. وهنا خلاص الصحابة بدأوا يلاحظون أن المطر بدأ يهدد حياتهم، وأن الشيء اللي كانوا خايفين منه بدأ يصير، بس برضو الصحابة كان عندهم أمل أن المطر راح يخف ويهدى، فاتفقوا أنهم ينتظرون إلى اليوم السادس عشان يشوفوا إذا هطل. اليوم السادس فالأمر فعليا بدأ يصير
خطير جدا. لكنهم صحيوا اليوم السادس وفعليا المطر لا زال يمطر بنفس الغزارة. انتظروا الصحابة إلى اليوم السابع وفعليا حتى اليوم السابع السحب لا زالت والمطر بنفس الغزارة يهطل. فتجمعوا عشان يفكرون في فكرة يسوونها، لازم يتصرفون لأن الأمر صار خطير، صار يهدد حتى حياتهم. فجلسوا يتناقشون مع بعضهم إلين وصلوا الفكرة. فاتفقوا أنهم يروحون للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكوا له من هذا المطر. فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. يعني يا رسول الله، تهدمت البيوت وأموالنا من المحاصيل والحيوانات بدأت تغرق، بدأت تموت، فادعوا يا رسول الله لنا أن الله يخفف علينا هذا المطر. الأمر صار يخوف يا رسول الله. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه للسماء، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة كثيرنا يقولها بس ما يعرف أنها حديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا. ومو الغريب هنا فقط، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يؤشر إلى السماء، بدأ يؤشر في أماكن في السماء، إلا بالسحاب يتوجه إلى المكان اللي أشر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ينكشف السحاب إلى المكان اللي أشر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشكل غريب أمام عيون الصحابة، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يؤشر من مكان إلى مكان، والسحاب يبدأ ينكشف عن المدينة. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال حتى انكشف السحاب عن المدينة وسوى زي الحلقة حول المدينة، تفرع في كل أنحاء المدينة، يعني صار السحاب زي الحلقة والمدينة في النص. فيوصفون الصحابة رضي الله عنهم الموقف هذا ويقولون: فما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة. والجوبة يعني الفرجة المستديرة في السحاب، يعني صارت حول المدينة وعلى أطرافها فعليا كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. وجلست هذه الأمطار تهطل حول المدينة حتى جلس السيل يجري شهر كامل في وادي اسمه وادي قناة جهة جبل أحد، أهل المدينة يعرفون. جلس السيل فيه شهر كامل يجري لدرجة أنه ما في أحد يمر من جنب المدينة إلا ولاحظ هذه الأمطار، ولا زائر واحد إلى المدينة خرج من المدينة إلا وتكلم بالخير والأمطار اللي شافها حول المدينة، حتى صارت الأخبار تتناقل بين قبائل العرب عن هذا الخير والأمطار اللي في المدينة المنورة. إلين هنا انتهت حلقة اليوم، أدري أنها كانت صغيرة وبسيطة، نحاول أن ندخل قصة بسيطة صغيرة في الأسبوع إلين نعتاد على الحلقة الجديدة هذه ونحط لها مكان وموقع في الأسبوع، ويصير بدل الحلقة حلقتين في الأسبوع بإذن الله، بس يحتاج لها تعود. نشوفكم إن شاء الله في غزوة خيبر الأسبوع الجاي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نشوفكم على خير، السلام عليكم.